فكرة بتنت ان في حد هيحميك مني. فاكرة ان الواد صوفة بتاعك ده راجل لا سمح الله؟ لا صوفة راجل لا سمح الله، ولا عندي حد اتحمى فيه. واخرتها ايه؟ هتموتني؟ وماله؟ عشان تبقى موتت ام ولدك. وبعدين انت شاغل بالك بيا ليه؟ ولا جاي تشوف مفيدة بعد ما البلد كلها بتتكلم عنها؟ بعد ما شغلت عقله؟ بعد ما بيجي رجالتها قايمين نايمين ما بيتكلموش غير عن مفيدة وجمال مفيد؟ ما عرفتش تنام؟ بالك مشغول؟ عايز تعرف أنا بعمل إيه؟ بعمل كده وكده وكده. تحديني يا بنت انتي؟ بقول لك إيه؟ أنا مش هعمل حساب لأي حاجة. وياك تكوني فاكرة إن عبد الحكيم هيبقى بيني وبينك. أنت جيت لي يا حسن، وحشتك. مجنونة يا بت. يبقى هو ده لبنى أصلها مش زيي. تحسسك إنك الشاطر حسن ولا ملك الملوك؟ وريم عقربة اللي يعيش معاها في بيت واحد ينام عينيه مفتحة. ومش هقول لك على ريتال، هي صحة متولدها كسرها بس سمها لسه فيها، إنما مفيدة كانت الجنب الطيب اللي تميل عليه. قلت أروح لها غلبانة ومتكسرة ومش لاقية، وأول ما تشوفك هتترمي تحت رجليك، مش كده؟ أقول لك تعال اتفرج علي النهاردة يا حسن، هتتبسط قوي. اللي انت قلتيه ده صحيح؟ ريتال بقول لك انا مش فايقه لك دلوقتي، انا مستعجله. وانا هاجي معاك يا شهد. هتيجي معايا على فين؟ انا كلمت حسن وقلت له ان انا هنزل معاكي مصر عشان موضوع زينب. وانت عرفتي منين؟ فوزيه كلمت حسن وقالت له، وهو اللي قال لي، قال لي ان انت نازله مصر عشان تتابعي حكايه زينب. وانت جايه بقى عشان تطمني على زينب، مش كده؟ اه طبعا، مش اختي؟ بعدين مالك فيه ايه؟ احنا مهما كان اخوات برضه دم واحد. انا مش عارفه انت ظلموني ليه كده يا شهد. انا اللي انا عملته ده عادي على فكره. تخيلي كده لو ابنك مات وراح منك هتعملي ايه؟ هتهدي الدنيا على اللي فيها. عارفه لو ابوك اللي موته مش هتسيبيه. الدنيا غالي قوي يا شهد. بكره تجربي وتعرفي. وانت بقى جايه تشمتي ولا تطبطبي؟ انا مش هرد عليكي. عارفه ليه؟ علشان اللي انا عملته خليكي تقولي اكتر من كده يا شهد. بس انا فعلا خايفه على زينب، علشان زينب مش وش حبسه ولا بهدله، دي ممكن تموت. هيا يعني انا هقعد هنا؟ بص انا عارفه ان البيت مش نظيف، بس انا هجيب لك حد يخليهولك زي الفل. اقعدي بس كده واستهدي بالله لحد ما نشوف مين عمل معاكي عامله السودة دي. هي منى، مفيش غيرها. منى دي هقطم لك رقبتها، سيبيها لي. ريم انا خايفه، خايفه قوي. ما ترمينيش هنا وتمشي. يا بنت خايفه من ايه؟ البيت ده بيتي ملكي. بصي انا لازم امشي دلوقتي، لازم اروح لعادل المستشفى.